يا راضي. ايه يا باشا؟ دي عربيه عمر بيه، خليه يوسعه له. اطلع ادني الميكروباص ده قدام شويه. هات الميكروباص ده يا ابني هنا. عم عاشور، وسع وسع عمر بيه. تعال كده يا عمر بيه. السلام عليكم. امسك يا ابني. بقول لك ايه؟ التاكسي اللي دخل عليك ده عايز بطاقه ورخص. شوفوني. تؤمر يا باشا. عند الله. السلام يا عمر. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ازيك؟ اتفضل يا باشا. رخص. اتفضل يا باشا. صلحته؟ صوته ايمن الله يخليك. لا بس انت كنت اوفر اوفر يعني. عارف. ده ما عارف يبقى تشرب شاي. عم ابراهيم عمر لنا بشاي لعمر بيه والنبي. قوم يا باشا. لان شيء العلاقه بين الراجل والست اساسها الراجل الصعيدي. تعالى اقرا. ثابت مكانك، انت على اراضي. فيها يا باشا؟ اكتب يا انا. انزلي. تعالى. ارفع ايده وافتح الباب لايد التانية. يا باشا الواد بيموت مني وعايز اوديه المستشفى. عبد الرحمن. كلم بيه عبد الرحمن عشان يرتاح. ايوه يا بابا. ما تخافش يا حبيبي انا جنبك يا بابا. وراهم راضي لحد اقرب مستشفى. وما تمشيش الا لما تطمن على الواد. حاضر يا باشا. لو احتجت فلوس ادفع وانا هبحاسبك. بسرعه راضي. دور وتعالى ورايا. هما الناس دول مجانين ولا ايه؟ ايه الاسعار دي؟ انا قلت نفس الكلام ده والله يا مدام سمية. كده بعد الثوره؟ من قبل الثورة كانوا ازاي؟ كانوا ارخص من كده. يبقوا مجانين؟ هنعمل ايه معاهم بقى؟ فاضل قد ايه ما بعتوش العروض بتاعتهم؟ اللي احنا بعتنا لهم كلهم بعتوا. يبقى لازم نشوف قاعات تانية. ده معرض خيري. انت بعت لهم الكلام ده في ايميل بتاعك ولا لا؟ ايوه يا مدام، وقلت لهم ايه اهداف المعرض وايه توجهه وايه الدخل بتاعه كمان. الله، امال في ايه بقى؟ مش عارفه. ادخل. خير يا ايمان؟ في ايه؟ اشرف رجع يا مدام. ايه ده بجد؟ جبتهم الاسم؟ عم محمد لسه راجع بيه حالا. امال هو فين؟ عندي في المكتب. خليكي يا ندرة استنيني هنا. اشرف يا حبيبي، الحمد لله على السلامة. كده برضو يا اشرف؟ يعني ينفع كده؟ ده احنا كنا خلاص فقدنا الامل فيك. قولي بقى يا سيدي، انت زعلان مني؟ مين زعلان منك ازاي بس يا مدام؟ هو يلاقي في الدنيا حد يحب قد حضرتك؟ وبعدين ده هو اللي خلاهم يكلمونا عشان نروح ناخده من الاسم. ايه اللي مشاك يا اشرف؟ انا اتكلمت عشان ما كنتش عايزه تحبس. حقك طبعا. يعني لو ما كنتش اتحبست ما كنتش هترجع؟ لا. طب ليه؟ في حد مضايقك هنا؟ محدش، بس انا مش عايزه المدرسه، ما بحبهاش. خانقه. انا بحب الرسم ولعب الكوره. طب وليه ما قلتليش؟ قلت الاستاذه ايمان ودت لها الرسومات. الرسومات دي موجوده ولا رميتوها؟ لا موجوده يا فندم. سوري. الله.
بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ هاي شفتي الرسومات دي كويس يا إيمان؟ أيوة يا فندم. طيب خلاص يا فنان، مفيش مشاكل خالص بعد كده. إيمان لو سمحتي خدي لي الدادة بتاعته وخليه يستحمى كده ويغير هدومه ويرتاح، ولما تخلصي تعيي على المكتب عشان عايزاكي. أوكي بتهيألي عايزة تيجي كده سنة؟ كان في زمان ولد صغير راح المصيف هو وأهله، وهو بيعوم في البحر كان هيغرق ويموت، بس ربنا كتب له انه يعيش، عايم وخرج حب واحدة زي القمر، بس يا ريته كان مات احسن ما يزعل القمر ده ويشوف التكشيرة دي على وشه. ايه مش ناشئة دي؟ طب اله يا رب وهو صغير بعد الشر. غمض عينك بقى. طب إلهي يا رب. خلاص خلاص أنا هغمض. غمضي أهو. أوعي تفتحي. ماشي. ما تفتحيش. فتحي. شغال؟